أهلا بكم من جديد. هل جربت يوما التواصل مع شخص لا تعرفه في الحقيقة عبر أحد تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي؟ الأمر بات شائعا، وقصة الدكتورة زينة الرائجة حاليا في الأوساط السورية ما هي إلا مثال على ذلك، خاصة أن الدكتورة المزعومة خلقت على مواقع التواصل الاجتماعي، وخلقت هي أيضا على صفحتها التي أنشأتها حياة كاملة من فنجان القهوة الصباحي إلى آخر المساء، كما شاركت حكاياتها الخاصة مع العامة ليتبين اليوم أن الحساب وهمي يقوده شخص ما، ولا يوجد في الحقيقة دكتورة تدعى زينة صفتلي. زينة أو حساب زينة كانت دائمة النشر والتغريد ومشاركة المعلومات، فقد نشرت مقاطع مصورة مع خطيبها المزعوم، واستطاعت إنشاء صداقات كثيرة في الفيسبوك مع ناشطين وصحفيين وكتاب ومستخدمين كثر لهذا التطبيق، وأوهمتهم على الدوام بحقيقة وجودها كإنسانة على أرض الواقع، إلى أن اختلقت واقعة وفاة خطيبها ليكتشف أصدقاؤها زيف ادعاءاتها، ويتبين لهم أن الشاب المتوفى هو من أبناء الجولان ولا يربطها به أي علاقة. لاحقا أغلقت زينة الحساب واختفت. تفتح قصة الدكتورة زينة الباب على عدة احتمالات، فهناك من ذهب إلى رواية تقول إن زينة قد تكون شخصا حقيقيا في الواقع، لكنه يعاني من اضطراب الهوية التفارقي أو ما يعرف بالشخصية المزدوجة. كان يعرف سابقا باضطراب تعدد الشخصيات، يتمثل معنى الازدواجية في الشخصية في قيام المريض بهروب لا إرادي من الواقع لينفصل عن الأفكار والهوية والوعي والذاكرة. جدير بالذكر أن اضطراب الهوية التفارقي يمكن أن يصيب أي شخص بصرف النظر عن فئته العمرية أو خلفيته العرقية أو الاجتماعية أو الاقتصادية. هناك رأي آخر قال إن الحساب قد يكون مدارا من قبل المخابرات السورية، ووظيفته التغلغل في الأوساط المعارضة وتتبع أخبار الناشطين وابتزازهم وما إلى هنالك من جرائم إلكترونية. فعلى سبيل المثال أنشأ النظام بين عام 2011 و2012 ذراعا رقمية ضرب السوريين بها، سماها الجيش السوري الإلكتروني، مهمته اختراق ومطاردة الصفحات الثائرة وحسابات المعارضين. وقد ارتكب العديد من هؤلاء ارتكبوا اختراقات خلال العقد الأخير. لكن اللافت في قصة هذا الجيش رغم مزاعمه بعدم تبعيته لأي جهة حكومية في سوريا، اللافت هو تبني الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية والمؤسسة العامة للاتصالات مشروعه الخاص، وتقديم كامل الدعم اللوجستي والتقني لفريقه. فهل تكون زينة إحدى المجندات؟ لا أحد يعرف. من التعليقات التي جاءت على هذا الموضوع، هذا التعليق لمحمد الذي يقول: صار لازمها تأكد فعلا فتت البروفايل، والمصيبة أغلب شبابنا وصبايانا عاملين تفاعل وتداول ونعوة وزعل عهي اللي اسمها زينة، حتى أنا تفاعلت بأحزانني عبر فايلة ومنشير الأصدقاء. الغريب أنه كتير نشطاء وصحفيين أعتقد أنهم محترفين شفتهم تفاعلوا مع الأمر وأمشيت بالتفاعل على القصة لكن ما نشرت. أما خولة فتقول: حساب زينة ما بيبين أنه وهمي، وكلنا قبلناها على أساس حقيقية، بس مين بيخطر له هيك شيء والمشتركين بيننا مئات ويمكن آلاف. أما صخر فقال: سألت كم واحد في إسطنبول بيعرفوا كم قط فيها، وقالوا لي أول مرة بنسمع بزينة وظهرت فجأة، وهذا خلاني وبسبب هوسي من الأسماء الوهمية أنه ما اهتم فعليا بكل اللي كتبه حساب زينة أو عم يكتبه، خاصة بحادثة الوفاة اللي طلعت كذبة وتلفيقة كبيرة رغم أنها حزينة جدا. ما حدا بيعرف مين عم يدير الحساب بالإضافة إلى 3 حسابات تانية معها. أما محمد سلوم كتب منشورا طويلا يقول: تيك إت إيزي يا شباب يلي عملتوه عادي جدا، وعيب أصلا تسخروا من الحزن أو التعزية. القضية هون مو مرتبطة بفلان أو علان، مرتبطة بالحالة يلي ما بيفرق لو إنها حقيقية أو وهمية أو حكاية في كتاب أو رواية أو مسلسل. موت شخص أمر يستدعي الحزن، وعلى الفيس يوميا منحط أحزاننا على أخبار موت الكثير من الناس ما بنعرفهم ولا بحياتنا شفناهم. هذا الشيء مو مرتبط بالشخص بقدر مو مرتبط فينا
نحن وبالجوهر الإنساني تبعنا، ويلي مبسوط وعم يستعرض من امبارح لليوم كيف انه ما حزن وما حط احزانني، بحب اقول له عندك مشكله. بالنهايه نحن قديش بنعرف عن بعض؟ كم واحد بتعرف بشكل حقيقي على السوشيال ميديا؟ كلنا بشكل او باخر وهميين في عالم السوشيال ميديا، ويا دوب عندنا كم صديق حقيقي.